أبطالنا رياضيين في الألعاب الفردية بيواصلوا تحقيق نتائج قوية متميزة في البطولات العالمية والمحلية. من بين الأبطال دول هالة الجهري لاعبة منتخب مصر للرماية واللي قدرت أنها تحقق الميدالية الذهب في منافسات البطولة العربية، كمان حققت الميدالية الذهب في بطولة إفريقيا الأخيرة وقدرت أنها تحجز لنفسها مكان في أولمبياد باريس 2024. لسه أبطالنا الرياضيين في الألعاب الرياضية الفردية بيواصلوا تحقيق نتائج قوية ومتميزة في البطولات العالمية والمحلية. أبطالنا في الألعاب الفردية بيكتبوا اسم مصر بحروف من ذهب في أغلب البطولات والدورات الرياضية الكرنفالية، سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العالمي. هالة الجهري لاعبة منتخب مصر للرماية وبنت محافظة الإسماعيلية قدرت تحقق الميدالية الذهب في منافسات 10 متر مسدس ضغط هوا سيدات في البطولة العربية اللي اتلعبت في دولة تونس بمشاركة 128 رامي ورامية من 9 دول عربية، ده غير إنجازها اللي سبق وحققته في بطولة كأس العالم اللي اتلعبت في مدينة غرناطة الأسبانية بعد تأهلها لمرحلة النهائيات، واحتلت المركز الثاني بمجموع نقط وصل ل 579 نقطة، وده رقم دولي جديد على مستوى مصر وإفريقيا في منافسات فردي المسدس. وفي نفس البطولة وفي مرحلة النهائيات هالة قدمت أداء قوي نال إشادة الجميع بعد ما حلت في المركز السادس وسط منافسة شرسة وقوية جداً مع أفضل اللاعبات من مختلف دول العالم، وسبق لهالة الجهري إنها حققت الذهب في بطولة إفريقيا الأخيرة وحجزت لنفسها مكان في أولمبياد باريس 2024. رحلة لاعبة منتخب مصر للرماية ومشوارها مع البطولات خلال الكام شهر اللي فاتوا خلى الاتحاد المصري للعبة يقدم الشكر ليها ويشيد بالمستوى الاستثنائي والطيب اللي قدمته في البطولات اللي شاركت فيها، خصوصاً كفاحها وإصرارها وتألقها في بطولة كأس العالم في أسبانيا، حتى إن رئيس الاتحاد المصري للرماية اللواء حازم حسني قال إنه كان شاهد على التفاعل الكبير من الحضور على الأداء المميز اللي قدمته هالة. ومع كل الإصرار والكفاح اللي قدمته اللاعبة في البطولات السابقة إلا إن قدامها أهم بطولة في مشوارها هي أولمبياد باريس 2024، فيا ترى إزاي بتستعد؟ وإزاي مسخرة كل وقتها في التدريب والتركيز علشان تحجز لبلدها ميدالية أولمبية في كرنفال باريس للألعاب الأولمبية؟ تفاصيل الرحلة اللي الكابتن هالة الجهري قامت بيها من ميداليات الذهب في عدد كبير من البطولات المختلفة وصولاً لاستعدادها لأولمبياد باريس 2024 هنستعرضها دلوقتي معاها، واللي هي منورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر عبر تطبيق زوم. أهلاً بك يا هالة، ويمكن يعني أسئلة كتير جداً عايزين نبدأ بيها معاكي، ولكن أكيد الاستعداد لأولمبياد باريس بيختلف عن أي بطولة تانية، كلمينا عن ما يعني يمكن أن نقدمه في هذه البطولة. صباح الخير الأول، الأخبار. أنا بستعد للأولمبياد أو باريس، يعني مش عايز أقول لك دي تقريبا أصعب سنة في الأربع سنين بتوع البريبريشن للأولمبيكس. معسكرات كتير داخلية وخارجية، تمرين كتير، يعني أنا أخلص معاكو هجري على القاهرة تمرين. طبعا كل ده يعني الضغط ده كله بيأثر شوية على الحياة اللي أنا عايشة فيها، يعني أنا متزوجة وعندي ابن، طبعا مأثر شوية عليهم بس هم يعني مستحملين معايا لحد الآخر. فطبعا الإعداد ده كله بيحتاج مجهود، بيحتاج تفرغ، بس هو الواحد عشان يعني مثابر وعنده رغبة لتحقيق حلم معين هو حاطه قدامه أو قدام نفسه، فكل ده بيهون يعني علشان خاطر يحقق اللي هو بيتمناه وبيحلم بيه. طبعا يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق الحقيقة كابتن هالة، بس يعني واحنا بنتكلم على ما شاء الله إنجازات كبيرة جدا، وكمان بتستعدي ل أولمبياد باريس 2024 اللي هي قربت خلاص، يعني في 24/7 تقريبا. ف يعني عارفة بيبقى أحيانا في مهارات بتختلف من بلد لبلد، يعني لو كلمنا مثلا على الكرة على سبيل المثال هنلاقي مثلا أنه اللاعب المصري أو اللاعب في إفريقيا مهاراته مختلفة مثلا عن اللاعب في أوروبا على سبيل المثال.
عايزه اعرف منك مهارات الرمايه، هل في فرق ما بين مهارات الرمايه مثلا في مصر وما بين الرماة او اللعيبه في مكان اخر؟ انت بتحضري نفسك ازاي؟ شايفه في اختلاف ولا هي نفس المهارات؟ والله بصي، هو انا شايفه ان الرمايه ما بتعتمدش اعتماد كلي على بذل الجهد او التمرين، ولا بتعتمد اعتماد كلي على الموهبه. يعني لازم يبقى فيه الاثنين. يعني هي بتبتدي ان المدربين بيشوفوا ان انت عندك موهبه، فبيبداوا يشتغلوا وتمرين كتير 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 عشان ننمي الموهبه دي ونكبرها. ف 90% 99% من اللعيبه اللي موجودين على مستوى العالم، سواء في افريقيا او سواء في اوروبا، كلهم عندهم الموهبه، وبيختلف على حسب الجهد اللي بيبذلوه. فطبعا لعيبه اوروبا عندهم ميزه عننا هنا كبيره جدا، ان هم متفرغين للعبه. يعني نادر جدا لما تلاقي حد بيشتغل، نادر جدا لما تلاقي حد متزوج، نادر جدا لما تلاقي حد متزوج وعنده اطفال. فاللعبه بالنسبه لهم شغل، يعني هو ده، دي اللعبه اللي هم بيحبوها يشتغل يلعبوها، وفي نفس الوقت مصدر دخل ليهم. فما بيحتاجوش ان هم يدوروا على بعد الظهر نروح الشغل، نروح التمرين، يعني الصبح في الشغل وبعد الظهر التمرين. لا، للاسف احنا عندنا في مصر الالعاب الرياضيه بتبقى رقم 2 بعد الحياة العملية بتاعتنا والحياة الأسرية. بس يعني أنا بحط نفسي إن أنا عندي هدف، فعشان كده ممكن مع المجهود اللي بيتبذل ومع الكلام ده ممكن بوصل أو ببان عن المتعارف عليه دلوقتي. يعني أنا كنت بشتغل قبل ما أبدأ في قصة الأولمبيكس، يعني انا كنت يعني انا بلعب تقريبا بقالي 18 سنه، بس لما خلصت الكليه وجالي شغل اشتغلت. بعد ما اتجوزت لقيت ان انا في شغل وفي تمرين وفي بيت وفي اطفال، فاضطريت ان انا اتنازل عن شغلي، وجوزي هو اللي يصرف في موضوع السفر واللعبه. انا من اسماعيليه، فتمريني كله تبع المنتخب في القاهره. احنا بجد يعني احنا حقيقي بنوجه له كمان تحيه كبيره قوي على دعمه ليكي. الحقيقه حقيقي يعني هو يعني مش يعني سبورت نفسي، سبورت مادي طبعاً. يعني مش عايزه اقول لك، انا صحيت الصبح هنا لبست ونزلت الحضانه، هو خده ونزل عشان خاطر ما يبقاش في دوشه في البيت. فهو حقيقي يعني بني ادم محترم جدا. انا ما تخيلتش ان هو يبقى بالشكل السبورت القوي ده، ربنا يخليه. فزي ما بقول لحضرتك، هو كل القصة ان هم متفرغين، ودي بند مهم فوق الوصف. يعني الرماية بالذات محتاجة تمرين، لانها كلها بتعتمد على الحفظ في العقل الباطن. يعني كل ده انت ما بتخشيش تشتغلي، يعني احنا مش لعبة عضلية، احنا لعبة يعني اكتر في الدماغ. لو نفسيا مش متظبط بالظبط بالظبط، فلازم تبقى بتحفظ عقلك الباطن عشان هو ده اللي هتحتاجه وقت الشغل. فكل ده محتاج تمرين كتير 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 عشان يفرق معاك. فبس احنا بنحاول ان احنا برضو ما ناخدش النقطه دي ان هي دي المشكله، لا، احنا عندنا امكانيات يمكن احسن منهم. ناس كتير قوي هنا، يعني ابتداء من دكتور اشرف صبحي، سياده اللي هو حازم حسني، أعضاء المنتخب الرماية أو الاتحاد الرماية، نادي القناة عندي هنا برضو قايم معايا بدور يعني فظيع بصراحة، فريق أسامة ربيع. يعني مش عايزة أقول لحضرتك، أنا تقريبا بروح تمرين 4 أيام في الأسبوع القاهرة، هم بيشيلوا معايا يومين في الأسبوع، يطلعوا لي عربية خاصة توديني التمرين وترجعني وتستناني. فطبعا الناس، انا ورايا جيش بصراحه، يعني ورايا جيش قوي جدا، يعني سبورت فظيع بصراحه. يعني ده شيء هايل. عايز اسالك عن الرمايه بشكل عام كبطوله او كرياضه في مصر، بعد ما تم الاهتمام بها من الدوله فرقت قد ايه؟ يعني احنا كنا فين في البطولات بتاعه الرمايه، والنهارده بقينا فين؟ وعندي معلومات ان الدوله اهتمت بشكل كبير بالبطولات الفرديه او بالالعاب الفرديه، ان صح التعبير، او بالالعاب الفرديه بالظبط. احنا قبل كده كان يعني صعب قوي لما تسمع ان في لعبه فرديه طلعت تشارك في بطوله عالم او في كاس عالم. كان اخرنا ممكن بطوله افريقيه، بطوله عربيه، ولو ملعوبه هنا في مصر بتبقى كلنا داخلين فيها بسبب ان مفيش تكلفه طالعه. بس دلوقتي انا يعني من حظي السعيد ان انا موجوده في العصر اللي هو
لا احنا تقريبا، مش عايزه اقول لحضرتك، احنا السنه دي كل شهر احنا تقريبا مسافرين عشان خاطر احتكاك. يعني انا بعد بكره عندي كاس عالم في ميونخ، مسافره المانيا، ولسه راجعه من اسبوع من بطوله عربيه في تونس. فالاحتكاكات دي كلها، يعني مش عايزه اقول لحضرتك هي فرقه ازاي في المستوى. ان انت كنت في الاول بتخش وسط ابطال العالم عندك رهبه، انا هو انا فعلا واقف وسط الناس دي؟ هي الناس دي اكيد احسن مني عشان تبقى موجوده هنا. لكن بعد ما انت وقفت مره واثنين وعشرة وقدام بطل عالم، انت كنت يعني كان بالنسبه لك رول موديل. فلا انا وقفت ودخلت معاه فاينل، وبقيت بقينا زي ما تقولي كده راس براس. أيوة. فطبعا ده بيفرق جدا في الثقة في النفس، وان انت تبقى واقف مش مهزوز مش قلقان، عارف تركز كويس جدا في اللي انت بتعمله. فده يعني ده من الناحية الـ يعني النفسية، ان اللاعب بقى خلاص عارف ان انا لاعب تقيل مش لاعب صغير، عارف ان المنظومة اللي وراه في اي وقت اي حاجة يحتاجها في ثواني تكون موجودة عنده. انا اللعبة بتاعتي مكلفة جدا، يعني السلاح بتاعي مش يعني تكلفة السلاح ما بتقلش عن 2000 ل 3000 يورو. ذخيرة تقريبا كل اسبوع علبة ذخيرة مش ب 1000 ونص بتفرقع. فاللعبة مكلفة، والوزارة مش بصراحة مش موفرة فينا خالص. لا بالعكس، يعني اللي محتاجينه بناخده، الاحتكاكات اللي محتاجينها بناخدها. فكل ده طبعا بيفرق. يعني انا اعتقد ان زي ما انتوا كنتوا بتقولوا في التقرير دلوقتي، الرقم اللي اتعمل في اسبانيا كان رقم افريقي ودولي جديد بالنسبه لافريقيا ومصر وبالنسبه لي انا كمان. فده ما جاش من فراغ، ده جه من قبلها في سفريات كتير، في احتكاكات كتير، سواء على فكره بره مصر وجوه مصر، يعني مش بره مصر بس، لا بيتعمل جوه مصر وبره مصر. فكل ده انا شايفه، وانا شايفاه بعيني، ان ده فارق معايا جدا، فارق معايا في تمريني، فارق معايا في منافساتي. ف يعني البطوله العربيه مثلا، انا كنت قبل كده كنت ممكن ادخل بطوله عربيه مش واثقه ان انا اجيب اول. لا انا كنت رايحه وعارفه انا مستوايا فين، عارفه ان انا البطوله دي بالنسبه لي كانت تمرين عادي، ما كانتش بطوله. الناس اللي معايا انا عارفه ان انا معدياهم، عامله في جاب كبير بينا في المستوى. فده طبعا زي ما بيخلي قلت يا فيه كابتن، انه فكره الاحتكاك كمان الكتير في بطولات، ان كانت حتى هنا في الداخل او حتى بطولات عربيه واقليميه او حتى دوليه، هي مهمه جدا لان بتخليكي طبعا. تكتسبي طبعا كمان مهارات اكبر بكتير. بس اخيرا يا كابتن هلا، خلاص احنا شهرين على الاولمبياد، وكمان قلتي انه او اقل من شهرين كمان، وقلتي انت عندك بطوله كمان في ميونخ، فعندك حاجات كتير جدا ما شاء الله، والبيت كمان. قولي لي انت المفروض بقى بتجهزي نفسك ازاي دلوقتي، وهتسافري امتى؟ مين الدول او مين اللعيبه اللي انت، مش هنقول خايفين، احنا ما شاء الله بنتنا ما بتخافش، وعجباني قوي نبره الثقه اللي عندك، بس خلينا نقول عامله لهم حساب. بصي، هو الدول اللي بتبقى مميزه قوي في الرمايه كوريا، الصين، صربيا برضو فيها بنت متميزة جدا، اليونان برضو نفس القصة. ففي لعيبة كتير قوي بصراحة، يعني أنا كنت قبل ما أبقى في المستوى ده كانوا بالنسبة لي واو، يعني إزاي بيعملوا كل اللي بيعملوه ده. فبس مش خايفة لا منهم خالص، لأن إحنا في الأول وفي الآخر دي رياضة، ولو اتقابلنا بره بنبقى يعني سو فريندلي يعني. لكن جوه احنا كل واحد، احنا لعبه فرديه، فيعني بشتغل على نفسي، مش داخله مثلا العب بوكس او حاجه من الحاجات اللطيفه دي. لكن كل التركيز هيبقى على نفسي، ان انا اتفوق على نفسي، ماليش دعوه بحواليا، ماليش دعوه مين عمل ايه مين ما عملش ايه. انا محتاجه ان انا ادخل اتفوق على نفسي طول السنه اللي فاتت اللي انا عملته، لان انا عايزه اجيب ازيد من اللي هاله عملته، مش من فلان وفلان وفلان اللي عمله. يعني ده أول فربنا مفتاح يكرم إن شاء الله. للنجاح الحقيقة كابتن هالة، احنا فخورين جدا بيكي، والحقيقة احنا كمان يعني بجانب الإنجازات الكبيرة اللي قدرتي إن انتي تحققيها، احنا فخورين إنه في دي شخصية أبطالنا، الثقة في النفس، وإن انتي بتحترمي كمان خصمك، وبتحترمي إن انتي شايلة اسم بلدك، دي حاجة الحقيقة تستحق التقدير والإشادة. بنشكرك جزيل الشكر كابتن هالة الجوهري، لاعبة منتخب مصر للرماية، وبنتمنى لك كل التوفيق.